مرحبا، ازيك؟ ازيك يا دلال؟ ازيك يا شادي؟ امال فين فريد؟ سبته مع نادين والبنات. طبعا اذنك. فرح ان شاء الله، ان شاء الله طارق هيبقى كويس، ولو حصل اي حاجة انا دايما هبقى موجود، دايما هقف جنبك. انا مش عايزة حد جنبي، انا عايزة طارق، ولو طارق مش موجود مفيش اي حد ولا اي حاجة ممكن تملى مكانه. فين ماجد الألفي؟ فين ماجد الألفي؟ هي ماجد الألفي؟ سؤال حضرتك فيه ايه هنا؟ ازاي حضرتك من نظرة واحدة مش قادر تعرفني في وسط الناس العادية يعني؟ تمام، اتفضل معايا نجم. لا هو قال اتفضل معايا نجم، يبقى اكيد هو عارف انا مين. اكيد حضرتك الظابط بس عايز ياخد سيلفي معايا او حاجة.